غتدخلوا هنايا لهذه هي القناه اللي غتلقاوها في صندوق الوصف. اوكي فغادي تجيو ديروا ليها غيزلان فرانس، غتجيو ديروا لها سبسكرايب وغتفعلوا الجرس هنايا، هذا اول واحد. وغتجيو لهنايا غتلقاو تشانيلز، هي تشين او قناه، وغتهبطوا عليهم ساهل، ما غتاخذ منكم حتى دقيقه، كلهم غتهبطوا عليهم هكا. يعني كاينه شي 27 قناه بالضبط. غديروا ابوني ابوني ابوني، اهم شيء اهم شيء انكم تفعلوا لهم الجرس وتشوفوا ليهم مقاطع، يعني 2 دقائق على الفيديو، وتخليوا ليهم تعليق يعني على المحتوى ديال الفيديو، ماشي انا من طرف غيزلان. فصافي غتهبطوا ليهم كاملين هكا، يعني ما تاخذ منكم حتى دقيقه. صافي اخوتي هانتوما فتهبطوا كاملين عليهم، هانتوما تهبطوا كاملين كاملين كاملين، هانتوما هانتوما صافي هانتوما. يلا بالتوفيق. سلام حبابي، سلام حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ كنتمنى ان الامور ديالكم كلها على خير وبخير. توحشكم بزاف بزاف بزاف. اليوم ان شاء الله غادي تكون البدايه غير على البدايات، فلوق جديد، وغنخليكم مع شي مناظر جد جد خلابه، وغيكون فلوق متاكده انه غيكون جد رائع. المهم غير من هذا المنظر اللي ورايا كنحمق على الاحصنه. المهم هانتوما معنا. جينا دابا جينا لفندق القصر. فهاد الفندق القصر بالجميرة بالامارات، فندق جد معروف، يعني فندق تري 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 كلاس، راقي. فاليوم طبعا برعايه الاخت غزلان لايف، عزومه عزمه الام ديالي. عزمني انا ولا الام ديالي؟ يا اختي شوفوا فخليكم معنا، اي حاجه خطوه بخطوه غادي نوريكم. تفرجوا لي براساتكم، تراو لي براساتكم، وتفجروا لي مع راساتكم. المهم شوفوا البيسه ديالي شوفوا ما شاء الله، هذا الفندق راه كله مطروز مغربي تسد. شوفوا داكشي الطراز المغربي، هانتوما كما كتشوفوا ما شاء الله. هذا الفندق كامل كامل عباره على صنع يعني التقليدي المغربي، في كل شيء، في الخشب ديالو، ما شاء الله تبارك عليهم. يعني انا متاكده 100% ان مغاربه هما اللي صاوبوا هذا الشيء. طبعا الاخت غيزلان عارضه علينا لواحد المطعم، مطعم تدخل زوين. فباش غادي نوصلوا ليه خاصنا نركبوا في البوت، يعني خاصنا نركبوا في واحد الباخره قارب ديال الخشب كيوصل من البلاصه، ياكي من الفندق للمطعم، ياكي غيزلان؟ فخليكم دابا معايا حيت بغيتكم تفرجوا في هذه المناظر الجميله. انا وجهي عيتو منه يلا. المهم حنا راه دخلنا من الفندق وجايين كنتسناو القارب يجيو. شوفوا ما شاء الله، بصراحه هذا المنظر يباله في الصبح صح؟ حتى بالليل يعني بالليل ياكي. شوفوا ما شاء الله، شوفوا هذا هو الفندق. ها ها هو برج العرب البنات، شوفوا اصلا هذا الفندق يعني لاصق عليه، لاصق كاين فندق الجميره، الجميره بيتش. غنتسنى واحد 10 دقائق وغنرجعوا لكم. المهم حنا دابا ركبنا في البوت، نصور لكم. واخا الظلام صراحه مكاين زعما شي حاجه اللي غتكون باينه مزيان، ولكن يلا معانا في الكحله والبيضه. ها حنا عرفتو راه تموتو بالضحك، سمر جات معطله ومشات وصلات للمطعم وحنايا مازال ما فهمتش كيفاش دارت ليها، جات ورانا وفي المطعم هي. شوفوا ما شاء الله، عيونا عيونا. شوف
ساره معنا. يا سلام على الجو كده. شوفوا البنات احنا في القارب. ما شاء الله. شوفوا البنات احنا هذا هذا هو المطعم. يلا ان شاء الله. المهم حنا راه وصلنا دابا. شوفوا ما شاء الله، شوفوا هنا راه باين الضو. وحنا وصلنا. شوفوا الاجواء، عرفتوا اهم شيء انه الجو جد جميل بصراحه، يعني ما كاين لا رطوبه ما كاين الحر. احسن اجواء للامارات هي شهر 10، لا نقولوا حنا في لافان دو 10 و 11. شوفوا لا بيسين، حنا داخلين دابا للمطعم. سمر كي درتي ليها؟ جات ورانا. و سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ توحشتكم بزاف 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 ديال غزلان. المهم بغيت نعرف كيفاش درتي ليها، جيتي باي ووركينغ يا؟ جيتي مشي؟ انت عارفه انا كي كندير في الطوموبيل. المهم حنا ركبنا في القاريب والجو زويون. ياك غيرت الجو؟ اتس تايلاند ريستورانت. لا بالعكس كنحماق على. هاي هاو ار يو؟ فاين يا يا. شوفوا جست ذا فلاور. اتس جست ذا فلاور يا. شوفوا هذا ده العود ديالهم، الخور ديالهم. شوفوا عافاكم الله يخليكم البنات والناس. حتى شي وحده ما تبقى تقول لغزلان عافاك ديري شي حاجه ولا قالت لها اوكي عرفتو راه نسات راه تنسى. ويلي شنو وقع لي عاودي. المهم اليوم الانسه غزلان عارضه لي سيمانه لو سمحتي. سيمانه ونسيت ما قلت ليها. ما عيطت ليا مع خمسة د الشيء تقول لي سمر نسيت غادي نتعرض مع سبعة ونص. وزعما كريزا خلات لي لا ريسبونسابيلتي شي موا. انا قلتها لك ما نديرش عليها كتنسى الله يلا. لا حول ولا قوة الا بالله. بعد البارح واليوم شوية. يلا ها انا رجعت لكم، توحشتوني عارفه راسي توحشتوني. المهم انا جلست هكا اون فاس باش نصور لكم المناظر. هاد الطابله ريزرفاتها لنا الاخت غزلان، جات على الكوان على القنت كما كتشوفوا وبوحدنا باش يعرفني غنصور داكشي نصور على راحتي. المهم حنا في تايلاند اليوم الليله كامله مسانا في تايلاند. اوكي نفيسه في تايلاند. تايلاند غزلان دابا انت جايبانا في هادشي ديال تايلاند. اوكي فبصراحه انت اللي غادي توكلينا. واخا غنديروا شي حاجه مشكله باش نذوقوا من كل شيء ياك ماما. وحيدي داك لو ماسك كانوا فيتا. حيدي لو ماسك ما غنوريكش. حيدي ماما. نعم كي داك الجو؟ الجو جاني زوين رائع رائع رائع. جميل 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 جدا. الحطه حتى هي زوينه. حطه حطه زوين عندك هذه الحطه راه نفيسه والحطه. شحال هذه ما سمعتهاش. لون بلاسمون. ايوا الحطه هي لون بلاسمون. ترانزليشن. شنو؟ زوينه والله زوينه. الجو كيفاش جات؟ جا زوين. انت مولفه كتجي ديما في هذه الاجواء. ما كاينش الصاد وما كاينش البرد. ياك الجو خادي. ايوا يلا نقولوا بسم الله. نقولوا بسم الله. خالتي ما شاء الله راه سبحانه ورضانه. ياك بعدا. من بال فاميلي فهمتيني ماشي على كلاس. حقيقة. شي حاجة ما شاء الله. ماشي تنقولها في الدار تنقلتها في الدار.
انا اللي شفتها و تنهضر يعني عارفه الناس تقال عارفه الناس ولاد الخير الحمد لله يلا نتلاقاو ميرسي بوغ هاد الشهاده الجميله شكرا على الشهاده لا لا خالتي صراحه نقول ما نكذبش من المقبلات راه كليناهم ها انتم شوفوا هذا هو الاكل التايلاندي هذا شنو از براونز اولسو ذس از براون از ويل يا يا الكريفيت الكبيره هذا هادو لي سوب هادي كلها اكل تايلاندي كاري اتس كاري هذا مشروم ود فيجيتابلز هذا ذس وان از بيف كاري بيف كاري مع اللحم هذا شامبينيون هذا كريفيت هذا نسيت وهذا البط البط هذا البط اوكي جود ايوا وصلنا دابا للسويت ديزير ختام ختام مسك اش كديري مضويه لك شقمتك يا كاين خلف الكواليس غير خطاك عليا خلي هاد اللقطه ما غنقطعهاش المهم حنا دابا كملنا الماكله ديالنا وهداك الشيء اللي كاين كياسك الوهيده ديالي خريجه خريجه في الحقيقه في المستوى غزاله رائعه وبالخصوص مع جلال لايف ظرافات الله يعمر لها الدار ظريفه بزاف ولا دخلت لي قلبي بلاك جمال والله كهضر من قلبي ربي اللي عالم راه حتى نتوما هكا طبعا هذه غزانيه اللي وصلت ديك المره لعندك اخت نواره وفي الحقيقه انا فرحت بان بنتي غزه عندها صديقات بحالكم نتوما والله واش عيبيه كنتي خايفه عليا ها والله انا حبيبتي حقيقي لا كلاس دو كلاس الاداب الاحترام خرجه زوينه الصراحه ما نهضروا مساء الخير ان شاء الله نتوما مالي لكم الله يكبر شكرا غزاله مكبره بيا شحال هذه النفر اللي ما تيشوفوش هو راه كتعرف فين ما كاينش كبره بيك عرض عليا وتقول لي اجي ومكبره بيا لا هو انت اللي قلتها لك انت راكي من لا فامي ديالنا يعني هادشي ولا شيء قدام داكشي اللي دارت هي والله لا حتى كنا جالسين في الدار مع المرض ديال بوزيد كان شويه عينك كتقول لي مالو عرفتي دابا ديري كتشوف الضو بزاف هزي لي لي فلاش حسني بحال شي ممثله في بوليوود واو ايوا مع المرض داكشي جلسنا في الدار وهذا وما خرجش ماما مازال نتسلموا بحال كنخرجوا كنخرجوهم وسمر كي جاتك الخريجه هانتوما شوفوا شوفوا هزه خرجه فنه الماكله التايلانديه فنه ما شاء الله شيء زوين بزاف ما صورتيش انت صافي صورتي انت بحالي ايوا هادشي اللي كاين المهم حنا غادي نكملوا عاوتاني الفلوق وحنا معكم نشوفوا نهايه الفلوق واش غيكون من هذا الفندق ولا يكون من الدار عندنا نديروا داكشي وخليكم معنا سما شنو هاد الشيء قهوة شاي تايلاندي واعر هذا بسكوت يا رب سبتك يا سلام تمنيتكم كاملين تكونوا معايا في هاد الأجواء بصراحة كلكم تمنيتكم تكونوا معايا هذا طبعا أوتيل كما كتشوفوا الناس واخدين هنايا هانتوما شوفوا ما شاء الله هذا هو برج العرب من هنا دابا راه كيبان مزيان وصلنا لنهاية هذا الفلوغ الخفيف القصير فكنتمنى انكم ساليتوا معنا شويه وحنا غيرنا بصراحه الجو يعني لدرجه كبيره انت وانت اللي كتشوفي فيا انا ولا كتشوفي في هذا الفيديو الى عجبك طبعا الفلوغ والمحتوى تدخلي تشتركي او تدخل تشترك وما تنساش ديرنا لايك 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 وشي تعليق زوين وما تنساوش تشاركوا حتى في الانستغرام اليوميات ديالي كامله كنحماق عليكم كنموت عليكم
معكم اختكم غيزلان. بسلامة، باي باي.